انضمام الجزائر الى بمقعد غير ثابت الى مجلس القوم الدولي هو هي عمليه اثبتت الثقل السياسي وثقل السياسه الخارجيه المنتهجه حاليا من طرف الدوله الجزائريه، اثبتت النجاعه الكامله واثبتت ان الجزائر قوه اقليميه حقيقيه ولها وزن كبير ولها راي يتخذ به عالميا. اما عن الدول التي رفضت أو لم تقبل انضمام الجزائر، ذلك يرجع أولا لعوامل تاريخية، ثم عوامل جيوسياسية، ثم نرجع للعوامل الاقتصادية، لأن قوى العالم حاليا قاعدة تتغير من أحادي القطب إلى متعدد الأقطاب، وإن شاء الله ستكون الجزائر من أحد الأقطاب التي تكون من القادة الكبار التي تسوق العالم إن شاء الله. بالنسبة لانتخاب الجزائر كعضو غير دائم في مجلس الأمن، فهذا إنجاز كبير يضاف إلى الإنجازات الكبرى التي حققتها الجزائر منذ ثورة التحرير المباركة وإلى غاية اليوم في مجالات متعددة دبلوماسية، وكبلد يتصدر الدول التي ساهمت في تحرير الشعوب والدفاع عن الأمم المقهورة وحركات التحرر في العالم، وبالتالي فإننا نثمن هذا الإنجاز والذي يعبر عن مدى قوة الجزائر ورسوخ قدمها في الدبلوماسية وفي التواجد الدولي والقاري. أعضاء الذين لم يصوتوا على عضوية الجزائر بمجلس الأمن، فذلك أولا من حق كل شخص أن يصوت أو يمتنع، ولهم أيضا تبريراتهم وقناعاتهم، ونحن بشكل موضوعي نعطي الحق لكل شخص أن يعبر عن إرادته سلبا أو إيجابا. والجزائر كالشمس ساطعة، مهما يكون هناك من أشخاص لا يعجبون هذه الشمس الساطعة، فتبقى قوة الجزائر ظاهرة والله المستعان. نفتخر اليوم بأن الجزائر حازت على مقعد في مجلس الأمن الدولي، وهذا فخر، وترجع هذه الأمر هذا إلى النشاط الدبلوماسي المكثف التي تقوم به الجزائر، والجزائر قادرة برجالها بكل مكوناتها أنها تكون سيدة في العالم، وهذا ما هوش يعني غريب على الجزائر. نحن رانا في الحمد لله أنه الجزائر بدت في الآونة الأخيرة تنشط على المستوى الإقليمي والدولي. بالنسبة للدول التي لم تنتخب على الجزائر، فهذا راجع إلى الكيان الصهيوني الذي ما فاتي أن يحرض على هذه المواقف، ويعني كاين تحريض من بعض الدول الشقيقة، ممكن نسموها بالشقيقة وليست بالشقيقة، يعني في مدامت يعني تترصد فينا وكأنه يعني من المفروض هذه ما نحطوهاش للصديقة ولا شقيقة حتى ولو كانت عربية.